أكد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية لعام 2018 أن أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون من الاكتئاب على مستوى العالم، وتحتل النساء النسبة الأكبر من هذه الأرقام. وأشارت نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر العام 2018 إلى أن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية، بمعنى أن كل واحد من 4 أشخاص من المفحوصين لديه عرض أو اضطراب نفسي. ومن الاضطرابات الأكثر انتشاراً اضطرابات الاكتئاب على وجه التحديد بنسبة بلغت 43.7%. وكشف المسح أن 4.4% من الذين يعانون من اضطرابات وأعراض نفسية فقط يلجؤون للعلاج، وأن انتشار الاضطرابات النفسية جاء في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية. كما قال المسح القومي للصحة النفسية إن غالبية الاضطرابات النفسية تظهر في شكل اضطرابات مزاجية. زي ما جه في الإنفوجراف إن 1 من كل 4 مصريين حسب المسح القومي للصحة النفسية للمصريين بيعاني متاعب نفسية ما، ودي بالمناسبة نسب عالمية موجودة.